دكتور رهفان سيتارمان للحديث عن أداء العملات في العام 2016. دكتور دعنا نرحب بك، ولعلنا نشهد في الفترة الأخيرة تطورات هامة في أسواق العملات، نود أن نستمع منكم إلى المزيد حول هذا الشأن، يعني ما هي أبرز التطورات التي تلحظونها؟ مؤشر الدولار أخذ يقوى. إذا نظرنا إلى الدولار أو مؤشر الدولار هو وصل إلى 97.06. هذا الأمر يؤثر على بقية العملات التي تضعف بالمقابل. الجنيه الاسترليني سيمر بتفاصيل بريكزيت، وحصل لدينا هبوط مفاجئ في الاسترليني، هو حاليا 1.22 أو قريبا 1.23، والجمعة الماضية وصل إلى 1.17 تقريبا. وبالتالي الدولار يقوى والبريكزيت يؤثر على الجنيه الاسترليني، وهم لا يستطيعون أن يتحملوا دولارا قويا، والبريكزيت يضعف الجنيه الاسترليني، وهذا الأمر يشكل خطرا على الجنيه الاسترليني لأن لديهم عجزا في الحساب الجاري ب 5.3%، ومع ضعف الاسترليني هذا العجز سيتسع، وبالتالي يجب أن يمارسوا الحماية. بالنسبة لليورو هو 1.119 أو 1.119، واليورو يقوى إذا. واليورو بعيدا عن الجنيه الاسترليني هو عملة موحدة، وسيضعف نتيجة التحفيز الكمي، ويجب على المصارف أن تكون رابحة. أزمة دويتشه بنك قد أضعفت أوروبا نوعا ما، وهم يجب أن يراجعوا المخاطر المرتبطة بفشل المصارف وكذلك ضعف العملة. التوجه السائد الحالي هو أنهم يجب أن يوقفوا التحفيز ومعدلات فائدة سالبة، هذا ما يجب أن يفعله الأوروبيون. إذا نظرنا إلى الين الياباني هو عند 103، وإذا نظرت إلى اليوان الصيني هو عند 6.7. كل هذه العملات تمر بعملية إعادة هيكلة إذا جاز التعبير. إذن دعنا نتحدث عن أهمية إدراج اليوان في سلة السحب الخاصة طالما نحن تحدثنا عن اليوان. هذه خطوة مهمة لأن الاقتصاد الصيني بات ينفتح، هم بحاجة إلى إمكانية تحويل العملة في السنوات الأربع والخمس الماضية، إذن هم بحاجة إلى عولمة العملة، وجرى وضع اتفاقيات تبادل العملات في العالم بما في ذلك بين الصين والإمارات وقطر، والإمارات هي مكان يجري فيه إعادة تسوية العملات، وبالتالي إضافة اليوان إلى سلة صندوق النقد الدولي هذه خطوة هامة. في السنوات الأربع والخمس المقبلة سوف يكون لدينا نضوج أكبر لهذه العملة ومقبولية أكبر، فالعملة هي مقياس على مدى اهتمام العالم، وبالتالي هم يجب أن يضعوا ضوابط خاصة لتعويم العملة بشكل كامل، وهذا ما يفعله الصينيون. هم يسيرون في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يعولموا هذه العملة بشكل أكبر، وأن ينخرطوا أيضا بشكل أكبر في موضوع طرح اليوان كعملة للتسويات. نعم، ماذا عن عملات الأسواق الناشئة دكتور سيتارمان، كيف ترى أداءها؟ هي تتراجع نوعا ما، ولكن إذا نظرت إلى الروبية الهندية هي في وضع جيد، منذ بداية العام لم تتغير، 66 روبية للدولار الواحد تقريبا، والروبل الروسي يقوى مقارنة مع العام الماضي، حاليا قوية مع تعافي أسعار النفط عند 64.12 روبل للدولار، وبالتالي عملات الأسواق الناشئة تستقر نوعا ما، وقوة الدولار الأمريكي ورفع الفائدة هذا الأمر يمكن أن يعكس مسار عملات أسواق ناشئة ويؤدي إلى تراجعها. إذا ارتفعت الفائدة في أمريكا في نوفمبر أو ديسمبر كانون الأول، فهذا الأمر سيقود هذه العملات تلقائيا إلى التراجع، أي عملات الأسواق الناشئة طبعا. الدكتور رهفان سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، شكرا جزيلا لك.